السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الأفاضل إلى حصة اليوم من الصحافة، والتي نستعرض فيها معكم أبرز عناوين بعض الصحف المغاربية والعربية والغربية. بداية من الصحف الصادرة في الجزائر وصحيفة أخبار الوطن في عنوانها البارز: المقاومة تقسم أوروبا، دول تتحدى إسرائيل وتعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية. السابع من أكتوبر حقق إنجازا لم تحققه عشرات السنين من المفاوضات، وهذا الاعتراف قد يحفز دولا أوروبية أخرى لأن تحذو حذوها. محليا في الجزائر، أوامر لمراجعة أسعار الخدمات السياحية في اجتماع لمجلس الوزراء. وقد أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الحكومة بتنصيب لجنة وطنية لتسهيل الاستثمار في هياكل سياحية جديدة، خاصة بالمناطق الساحلية التي تعرف نقصا في هذه الهياكل وتتوفر بها الشروط السياحية الطبيعية، وذلك تحسبا للتحضيرات لموسم الاصطياف 2024. وفي أخبار الولايات، في برج بوعريج انسداد قنوات الصرف الصحي بجمور يخيف السكان، وفي المسينة سكان دوار تريبا يطالبون بتعبيد الطريق. سياسيا، الطبقة السياسية تشيد بالنقاش مع الرئيس، أكدت دعمها لمواقف الدولة في القضايا العادلة في العالم، بحيث ثمنت الأحزاب السياسية الممثلة في المجالس الوطنية والمحلية اللقاء الذي جمعها برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أول أمس، مؤكدة التفافها حول مواقف الدولة في دعم القضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. إلى صحيفة أخبار اليوم، وكذلك عنونت بما يخص اعتراف بعض الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية، وعنونت: انتصار جديد للقضية الفلسطينية، عدة بلدان تعترف بالدولة المحتلة، هستيريا إسرائيلية بعد قرار المحكمة الجنائية. ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يقول بأن التزوير في الرئاسيات سيكون مستحيلا وفق قولها. وفي عنوانها البارز والذي غطى كل الصحف الجزائرية والمتعلق بلقاء رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون بالتشكيلة السياسية، تبون يأمر بترشيد الأسعار لجعلها في متناول العائلات، توجيهات رئاسية هامة. كما أن الرئيس يأمر بالشروع في إنتاج الألياف البصرية محليا وتكريس الاحترام التام والصارم لمبدأ مجانية الشواطئ. في ذات اليومية، أحزاب تثمن النقاش الصريح والبناء وتكشف هذا ما دار بيننا وبين الرئيس. وحجاج جزائريون في مزارات المدينة المنورة على غرار جبل أحد ومسجد قباء. إلى صحيفة الآن التي عنونت بداية فيما يخص الانتخابات: شرفي يؤكد أن الاستحقاق الرئاسي المقبل سيجرى وفق شروط ومقاييس مثلى وفق قوله. والأحزاب السياسية تشيد بالنقاش الصريح والبناء كما تسميه خلال اللقاء الذي جمعها برئيس الجمهورية، وتوقيف 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع. ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، المواطن يشتكي من التهاب الأسعار، والموال يقول أنها لا تغطي التكاليف، انفلات في أسعار الأضاحي. وفي موضوع السكن، توزيع 1.5 مليون وحدة من مختلف الصيغ منذ 2020. وقطاع الأشغال العمومية بالمسيلة، تخلف كبير وتسجيل مشاريع ازدواجية الطرق تحت الضغط الشعبي، أغلفة مالية رصدت للصيانة وإعادة التهي. إلى صحيفة الحوار، دائما في الموضوع السياسي، نقاشنا مع الرئيس تبون كان صريحا وبناء، أكدوا أن جدول أعمال اللقاء كان مفتوحا بكل حرية وفق ما تقول الأحزاب المشاركة في هذا اللقاء. والتطبيق الصارم للقانون ضد كل أشكال السمسرة الموسمية بالشواطئ، مجال التأمين يتعلق بشكل وثيق بالسيادة. طبعا هذه العناوين عطفا على مخرجات مجلس الوزراء. مشروع قانون التأمينات لا ينبغي أن يتضمن أي ثغرات، وأوامر لوزير الصناعة بالشروع في إنتاج الألياف البصرية محليا، والعمل على تنويع مصادر التمويل بالإنترنت. إلى صحيفة الوسط، من البادية إلى الدولة، صحيفة الوسط تنشر السيرة الروسية للأمير عبد القادر.
وكذلك في نفس الصحيفة رؤساء الأفلان والبناء والألندي يتحدثون للصحيفة هذا ما دار بيننا وبين رئيس الجمهورية وجدول أعمال مفتوح بسقف غير محدد. وزيتوني يجتمع بمستوردي البن والمستلزمات المدرسية في إطار تنظيم وضبط السوق الوطنية. والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة يقول هكذا نواجه مخلفات الاحتباس الحراري. وفي مجال التعليم طي ملف حامل شهادتي الدكتوراه والماجستير الأجراء. نواصل مشاهدينا الأفاضل أبرز عناوين بعض الصحف في باقي البلدان المغربية ومن المغرب. وصحيفة الأخبار: المركز الجهوي للاستثمار يرفض طلب تصنيف فندق. مطالب لوالي سيدي قاسم باستفسار رئيس الجماعة بشأن رخصة بناء. والبراءة لمتهمين في اختلالات البرنامج الاستعجالي للتعليم. أكاديمية فاس طالبت بالتعويض واسترجاع 637 مليونا. في عنوانها البارز تعنون الأخبار: تزوير عقود للسطو على أراض سلالية. اعتقال موظفين وكتاب عموميين بمدينة القنيطرة. ورئيس جماعة فضلات تنفي توقيعها تنازلات عن 350 مليونا. ليست لدي صلاحيات للتنازل عن أموال عمومية بددتها المجالس السابقة كما تقول. والمنصوري وزيرة السكن تفتح ملفات بالوكالة الحضارية بالعرائش. بحث تراخيص وتسويات وأسباب جمود تصاميم تهيئة. إلى صحيفة الصباح: تحويلات مشبوهة لدعم كفاءة الأحزاب. أعضاء الشبيبات يتهمون قيادات بالعبث في منح التأطير والتكوين. وتقرير أسود يكشف ريع المقالع أعدته لجنة برلمانية وتخوفات من تدخل لوبيات لتغيير مضامينها. ووزير العدل عبد اللطيف وهبي يقول: لن أغادر الحكومة. وزير العدل استبق التعديل الحكومي وجدد الثقة في نفسه لاستكمال الإصلاحات. وتفاعل النيابة العامة مع أطفال سرقوا بسكويت. أوامر صارمة بتقديم الجميع من أجل أكل مسروق وعون السلطة نفذ شرع يده. إلى تونس وصحيفة الصحافة اليوم: رئيس الجمهورية قيس سعيد يصل طهران ويؤدي واجب العزاء في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. ومواقف كبرى أربكت سلطات الاحتلال: إيرلندا، إسبانيا، النرويج تعترف بدولة فلسطين. رؤساء حكومات النرويج وإيرلندا وإسبانيا خلال الاعتراف بفلسطين كدولة قالوا خطوة على الجانب المضي من التاريخ. محليا في تونس: مقاربة جديدة في التعامل مع التونسيين بالخارج، عودتهم الموسمية على الأبواب. وموسم الحج: انطلاق الرحلات باتجاه البقاع المقدسة. ومجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية. إلى صحيفة المغرب: أحيل على معنى المرسوم 54 12 شهرا سجنا لكل من الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي. وبعد التحاق إسبانيا وإيرلندا والنرويج 12 دولة أوروبية تعترف بفلسطين، هل يتجه العالم نحو إنصاف القضية الفلسطينية؟ الأهمية القانونية والسياسية والأخلاقية لاعتراف دول أوروبية بالدولة الفلسطينية. محليا في تونس: إثر اجتماع ثمانية أحزاب، نبيل حجي الأمين العام للتيار الديمقراطي يصرح للصحيفة: تجمعنا حول ضمان الحد الأدنى من الديمقراطية للعيش المشترك. وسفير الصين في تونس وان لي يقول: أدعو إلى التكاثف من أجل اتخاذ الذكرى 60 للعلاقات الدبلوماسية بين الصين وتونس نقطة انطلاق جديدة لتعاون أوسع. ليبيا الآن وصحيفة المرصد: السعي وراء تشكيل حكومة تشرف على الانتخابات سيزيد من إطالة المراحل الانتقالية وفق ما اعتبرته عضو مجلس الدولة الاستشاري أمين المحجوب. أما حماد السايح فقد قال: ندعم تحقيق تطلعات الشعب بالوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وخبير اقتصادي يرى بأن الاقتصاد الليبي يعاني الكثير من المشاكل نتيجة اعتماده على مصدر وحيد لمورد الدولة وإنقاذ 35 مهاجرا غير شرعي بنغالي وضمان عدم إعادتهم إلى ليبيا. إلى صحيفة الوسط: ليبيا ليست الوحيدة، تحقيق يتهم ثلاثة دول مغاربية بالتعاون سرا مع أوروبا لطرد المهاجرين إلى الصحراء. فقد اتهم تحقيق نشره تحالف
لايت هاوس ريبورترز الصحفي ثلاثة دول مغاربية بقيامها بعمليات سرية مع أوروبا لطرد المهاجرين إلى الصحراء، وذلك بعد سنوات من الاتهامات المتلاحقة للسلطات الليبية بالتورط في عمليات إعادة قسرية لآلاف المهاجرين من وسط البحر المتوسط مقابل تلقي تمويل أوروبي. وكشف التحقيق عن نظام تهجير جماعي يدار بفضل أموال ومركبات ومعدات ومعلومات استخباراتية وقوات أمن يوفرها الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية إلى كل من ليبيا وتونس والمغرب. إلى موريتانيا، وصاحبة الشعب رئيس الجمهورية تسلم أوراق اعتماد سفراء بوركينا فاسو وهولندا وإيطاليا والنمسا وكوريا والهند وفنزويلا في إطار تجديد البعثة الدبلوماسية في هذا البلد المغاربي. وإحصاء الثروة الحيوانية سيعزز التنمية الاقتصادية في البلاد وفق ما قال وزير التنمية الحيوانية. إلى صحيفة أنباء إنفو، في العلاقات الثنائية بين موريتانيا والغابون، الرئيس الانتقالي في الغابون يستقبل كومبابا مبعوثا خاصا عن رئيس موريتانيا. فقد استقبل الرئيس الانتقالي في الغابون الجنرال بريس كلوتير السيدة كومبابا مبعوثا خاصا عن رئيس موريتانيا محمد بوند الغزواني. ومؤشر الإرهاب عام 2024 يضع موريتانيا والمغرب في قائمة خمس دول عربية غير مهددة. فقد احتلت موريتانيا والمغرب مرتبة متقدمة في قائمة خمس دول عربية غير مهددة بالإرهاب وفق التقرير الدولي حول الإرهاب العالمي لعام 2024. التقرير العالمي الذي سيصدر كل عام منح موريتانيا والمغرب والكويت وقطر وعمان نقطة الصفر التي يعطيها المؤشر للدول الأكثر أمانا في العالم. وإلى فقرة الصحف العربية الدولية بعد استعراضنا لأبرز عناوين الصحف المغاربية ومن صحيفة الزمان. البيت الأبيض يعارض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطين، والأوروبي يعمل على موقف مشترك لأعضائها 27 وإسرائيل غاضبة. في بريطانيا إعلان موعد الانتخابات التشريعية في المملكة المتحدة، وأسرار مروحيات الرئيس الإيراني رئيسي، واحد بين الثمانية رد على الاتصال الأخير أنا وحيد ولا أعلم أين، والسوداني رئيس الوزراء العراقي وهنية وقاسم في التشييع وخامنائي إماما لصلاة الجنازة. وروسيا تقضم بلدة محررة وحرب إلكترونية عملاقة في سماء أوكرانيا. إلى صحيفة الشرق الأوسط، اعترافات أوروبية تحرك مسار الدولة الفلسطينية، ومحمد بن سلمان وماكرون يبحثان تكثيف جهود وقف حرب غزة، وأمريكا ترفض الاعتراف لأحد الجانب وإسرائيل غاضبة. وطهران تحشد في وداع رئيسي والمرافقين له. إسرائيل تستهدف مقاتلي حزب الله أثناء تبديلاتهم الروتينية. وخطة روسية لتوسيع الحدود البحرية تثير حفيظة الجيران في البلطيق. بريطانيا إلى انتخابات عامة في الرابع من يوليو المقبل. إلى صحيفة العرب، جبهة دول أوروبية متعاطفة تكسر طابو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تعاطف مع معاناة الفلسطينيين وليس جهدا من السلطة أو تقديرا لبطولة حماس. الاعتراف الثلاثي بالدولة الفلسطينية قد يقود إلى اعتراف دول أخرى عقب نهاية الحرب ومناقشة سبل إدارة الوضع في قطاع غزة. وبريطانيا ترسل نائب رئيس الوزراء لإصلاح العلاقات مع الإمارات. بريطانيا تعاملت بالحد الأدنى من الكياسة في موضوع التلغراف واستخدم نواب محافظون لغة غير دبلوماسية. واشنطن تسعى لتحييد نفط إقليم كردستان العراق عن القبضة الصينية. وإلى الصحف الغربية وبعض عناوينها البارزة من صحيفات نيويورك تايمز الأمريكية. هل يمكن للاعتراف الأوروبي أن يقرب الدولة الفلسطينية من مكانها؟ في عنوان تتساءل فيه. وكتبت الصحيفة: الاعتراف ليس من تلقاء نفسه في جميع الاحتمالات، ولكنه يعكس صخطا عالميا متزايدا تجاه إسرائيل، وهو ما قد يعطي زخما في نهاية المطاف لحل الدولتين. يعكس القرار الذي اتخذته إسبانيا والنرويج وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين مستقلة سخط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتزايد تجاه إسرائيل حتى من جانب الأصدقاء التقليديين، ويشير إلى أن الضغوط الدولية عليه سوف تتزايد.
ومع ذلك فإن هذا لا يجعل من المحتم أن تحذو دول أوروبية أخرى أكبر حذوها. وقال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون هذا العام إن مثل هذا الاعتراف ليس من المحرمات، وهو الموقف الذي كررته وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء، حيث قال ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني إن مثل هذا الاعتراف لا يمكن أن يأتي في بداية العملية، ولكن ليس من الضروري أن يكون نهاية العملية. إلى صاحبة لوموندا الفرنسية التي اهتمت بالأحداث في كاليدونيا الجديدة والزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمقاطعة. كاليدونيا الجديدة، إيمانويل ماكرون التقى بالمعسكرات السياسية المختلفة بما في ذلك الانفصاليين، فقد حضرت كافة مكونات أحزاب الاستقلال في كاليدونيا الجديدة الخميس الاجتماع الذي نظمه إيمانويل ماكرون لمحاولة تجديد الحوار في الأرخبيل بحسب قائمة الوفد التي وزعها الإليزي. حول الطاولة يوجد العديد من قادة حزب الاستقلال الأول للأرخبيل اتحاد كاليدونيا بما في ذلك رئيس مؤتمر كاليدونيا روك وميتون، بالإضافة إلى المسؤولين التنفيذيين في حزب باليكا بما في ذلك المتحدث الرسمي باسمه جان بيير جاوي تحت الإقامة الجبرية كريستيان تين عضو جامعة كاليفورنيا، وكذلك زعيم الجماعة الاستقلالية التي تنظم الاحتجاج كان حاضرا أيضا. إلى صحيفة تايمز البريطانية وكغيرها من الصحف البريطانية اهتمت بإعلان ريشي سوناك عن انتخابات برلمانية مسبقة. الانتخابات العامة في المملكة المتحدة، نايجل فاراج يستبعد نفسه مع بدء الحملات. يعقد ريشي سوناك والسير كير ستارمر سلسلة من اللقاءات في جميع أنحاء المملكة المتحدة في أول يوم كامل من حملة الانتخابات العامة. بدأ سوناك جولة تستغرق يومين في الدول الأربع، حيث يسعى لتحقيق أكبر عودة سياسية في التاريخ في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 4 يوليو. وفي الوقت نفسه يستضيف ستارمر حدثا مع أنجيلا راينر في سعيه للبدء حملته الانتخابية الخاصة في عقاب إعلان رئيس الوزراء المفاجئ أمس. لن يقول نايجل فاراج نائبا في البرلمان في الانتخابات، بحيث أصدر الزعيم السابق لحزب استقلال المملكة المتحدة بيانا على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه: سأبذل قصارى جهدي للمساعدة في الحملة، لكن هذا ليس الوقت المناسب بالنسبة لي للذهاب إلى أبعد من ذلك. نصل الآن مشاهدينا الأفاضل إلى فقرة التغريدات لحصة الصحافة لهذا اليوم. بداية مما كتبه وزير الخارجية الكولومبي لويس جيليبرتو: إن نقطة البداية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تكمن في الاعتراف والتفاهم المتبادل بين الدولتين، ومن الأهمية بمكان هنا أن يعترف العالم بفلسطين كدولة، وهي خطوة اتخذتها بالفعل العديد من البلدان في أوروبا وأفريقيا، والتي دعمتها أيضا الحكومات الكولومبية السابقة. سيكون عملنا التالي هو تثبيت السفارة الكولومبية في رام الله. وإلى ما قاله كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: هذه ليست مطاردة الساحرات، عينت لجنة مستقلة من الخبراء القانونيين الدوليين لمراجعة عملية مذكرة الاعتقال، ولإسرائيل كل الحق ومن واجبها استعادة الرهائن، ولكن يجب عليك القيام بذلك من خلال الامتثال للقانون، لا أحد فوق القانون. وإلى ما قاله جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية: إنني أثني على هذه المبادرة لصالح الأونروا التي تعتبر شريان الحياة الذي لا غنى عنه في غزة وفي المنطقة، وقد استأنفت جميع الجهات المانحة في الاتحاد الأوروبي الآن دعمها للوكالة، وهي لا تزال في وضع مالي حرج، علينا أن نزيد دعمنا، الاحتياجات تتزايد فقط. وإلى ما قالته عضو البرلمان الفرنسي إليسا فوسيلون: تستعد الشركات الإسرائيلية المعنية بحرب الإبادة الجماعية المستمرة في غزة لعرض وبيع أسلحتها في معرض يوروساتوري في باريس تحت عنوان: تم اختبارها في ساحة المعركة، يجب على فرنسا أن تمنع وصول تجار الموت هؤلاء. ختاما إلى ما قاله ماجد محمد الأنصاري المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية: تدعو دولة قطر إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية التي تحاول التشكيك وكيل الاتهامات لجهود الوساطة الجارية لوقف العدوان على غزة. جهود وساطة دولة قطر المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية مستمرة. الدول الثلاث تعمل بتنسيق تام من أجل التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة
وتبادل الأسرى والمحتجزين بما يقود إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. بهذه التغريدة أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من الصحافة، أودعكم مع هذه الرسومات التعبير، إلى اللقاء.